بسم الله مرحبا بكم معكم ابراهيم محمود مرسي ده الفيديو رقم سبعة في سلسلة شرح برنامج تصميم المواقع الالكترونية بخلال برنامج ويب بيج ميكر وده طبعا ورشة عمل او ورش عمل متتالية لعمل مجلة الكترونية او موقع الكتروني والفيديو الحالي هو اضافة ملف صوتي ملف صوتي يعني مثلا اغنية او نشيد ملف قرآن صورة صورة قرآن اقصد يعني او يعني دعاء طالب مثلا في المدرسة بيعمل أداء كويس وإلقاء كويس لقصيدة أو شعر أو غيره، ملف صوتي عايزين نضيفه في البرنامج بتاعنا ويشتغل للموقع الإلكتروني ده أو المجلة الإلكترونية الحالية. ده اللي هنشرحه ان شاء الله في الفيديو الحالي بكل التفاصيل ان شاء الله بندعوكم للاشتراك في القناه والضغط على زر جرس التنبيهات عشان يوصلك تنبيه بالفيديوهات القادمه مكملين ان شاء الله في البرنامج ده وغيره من البرامج القناه يعني عليها اشياء جميله وفيديوهات جميله ومفيده ونافعه نبدا على بركه الله هنروح للبرنامج بتاعنا اللي هو بيج ميكر احنا ده الملف اللي احنا شغالين عليه حتى الان هضغط دبل كليك فحتى الان احنا عملنا الصفحه الرئيسيه والمقالات والاحاديث والتحقيقات والاخبار دي الصفحات اللي عندي طبعا مش ينفع ان انا انتقل من هنا حاليا لان الانتقال ده يعني ليه بيكون في وضع العرض مش في وضع التصميم احنا الان شغالين في وضع التصميم ماشي فبنقدر نحرك العناصر نشتغل انما ما نقدرش اننا ايه ننتقل من خلالها في وضع التصميم انما وضع العرض هو اللي بنشتغل منه، وضع العرض ده من بريفيو دي بنضغط كده فبيفتح لنا المتصفح الموقع على المتصفح بنروح للصفحه الرئيسيه او للاخبار او للاحاديث او للتحقيقات من خلال العناصر اللي هي الازرار الحاليه دي. ده وضع طب بس ولكن مش هقدر اتحكم لا في الصور من المكان ده ولا في العناصر اللي عندي هنا باي تحكم خالص ما اقدرش احركها. من مكانها ولا اتحكم فيها لان ده وضع العرض ماشي ده المتصفح ده الموقع هيظهر كده للناس يعني مش مش وضع تصميم طب هقفل ده واروح بقى للمعلومه اللي احنا احنا كده في البرنامج بتاعنا اهوت عايزين نضيف صوت يعني ايه نضيف؟ يعني إنسرت وصوت طبعا يعني اوديو نروح على إنسرت طبعا التبات هنا هي فايل اديت هروح هنا في فين تكست ايمج أه أمشي كده 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 لحد ما ألاقي ميديا، ميديا الميديهات يعني الصوت والفيديوهات، دي الميديا الميديا. فالميديا اللي عندي بتنقسم لأوديو أو صوت، صوتيات يعني حاجة مسموعة، وفيديوهات. هنروح شرحنا طبعًا الفيديوهات دي بكل التفاصيل في الفيديو السابق اللي هو اللي قبل ده في سلسلة التشغيل الحالية أو البلاي ليست دي الخاصة بشرح البرنامج ده، فهضيف النهاردة صوت من هنا من أوديو. افتح للمستعرض براوز عشان اضيف صوت. طبعا انا هنا يعني مباشره في الملف اللي انا فيه هنا ديسك هروح للملف اللي انا آه يعني المكان اللي موجود فيه الاغنيه اللي عندي مثلا دي موسيقى فيها حاجه حلوه لعمر خيرة ولكن الموسيقى دي طبعا عليها حقوق فما ينفعش ان انا اضيفها واشغلها في الفيديو الحالي لان ده هيعمل لي مشكله في القناه. فانا هضيفها بس من غير ما اشغلها او يعني هستعرض المعلومه فقط احدد ال طبعا هنا مديني التيب اللي هو اول ساوند او ويف او غيره ماشي تمام وهختار الملف الصوتي اللي انا هشتغل عليه اللي انا حابب اضيفه واقول له اوبن طبعا الملف الصوتي ظهر معايا هنا ماشي احركه في اي مكان ممكن نعمل له يعني تكبير كده او تصغير او غيره ده عادي خلاص مش بياثر باي حاجه ابدا ابدا وكمان افقيا راسيا كده مش بياثر باي حاجه ونبدا نعمل سيف وتعالى نشوف ايضا الخيارات المتاحه معنا بعد ما نعمل الحركه دي وهبدا اضغط على بريفيو اه فتح لي الموقع وفعلا في هنا ملف صوتي تم ادراجه هنا ولو ضغطت على بدأ يشتغل، أنا مش هشغله طبعًا علشان إيه؟ عشان عندنا حقوق الطبع يعني حقوق الملكية هتعمل لي مشكلة في القناة. ولكن الملف شغال. تمام؟ طيب هنا في كمان يعني إيه الخيار ده السبيد السرعة بتاعة التشغيل. وده طبعًا التقدم يعني وكده. طيب ده أنا لما فتحت، تعالى نقفل ونفتح تاني كده نشوف إيه اللي بيحصل، بص أنا فتحت أهو. ده الموقع بتاعي فتح ولكن الصوت ما ظهرش وكمان المشغل يعني موجود معايا انا مش عاوز المشغل يكون موجود ما حدش يشوف الصوت يظهر من غير ما حد يشوف ايه المشغل بتاعي وكمان يشتغل تلقائي ما اروحش انا اشغله بايدي لا اول ما افتح الصفحه يشتغل تلقائيا نعمل الحركتين دول ازاي هروح طبعا على وضع التصميم هقفل ده اروح للبرنامج بتاعي اه ده وضع التصميم لكي يمين على العنصر اللي انا هشتغل عليه اللي هو عنصر الاوديو ده واروح لبروبرتيز او خصائص وطبعا البروبرتيز دي يعني موجوده في كل العناصر ممكن اوصل لها من اكثر من مكان خلينا ندخل هنا مباشره اه هنا في حاجه اسمها طبعا جنرال ده عام ده الحجم بتاعه يعني مساحته كام في الصفحه وموجود فين والكلام ده بوزيشن والبلج ان أوتو ستارت نضغط عليها كده عشان نقول له اشتغل تلقائي لو سمحت واعمل لوب كمان يعني لما يخلص الموسيقى دي يبدا يرجع من الأول تاني وهنا في هايد هايد بلجن يعني اعمل له إخفاء طب سيب الإخفاء دلوقتي ونجرب الاثنين دول وأعمل موافق هنا أنا قلت له أوتو ستارت تمام في باراميترز طيب ماشي خلينا نروح للأوتو ستارت ونقول له أوكي okay. وأقول له سيف واعمل ريفيو كده اه هنا برضو ما اشتغلش تلقائي المفروض يشتغل تلقائيا ولكن ربما ان فيه يعني ايه حاجه في الكودكس اللي او الاضافات اللي موجوده في المشغل الحالي ده طب تعالى نعمل اخفاء نشوف الاخفاء هيظهر هي معانا ولا لا بروبرتيز هروح اعمل له هايد تمام ونضغط على دي ودي نشيلهم خالص نشيل نسيب الهايت بس اوكي وحفظ وشغال كده اعمل بريفيو اه هنا تم اخفاء الايه المشغل اللي هو بتاع الموسيقى دي او الخلفيه دي والمفروض ان هو يشتغل في الخلفيه لو انا تعال نقفل ده لو انا قلت له بروبرتيز اشتغل اوتو ستارت المفروض يشتغل تلقائيا طبعا هنا ممكن ايضا نستخدم السورس ده نغير لو عاوز تغير الموسيقى دي باي حاجه ثانيه وتروح تحدد طبعا المسار بتاعها لو انت عارف المكان وتبدا ان انت تحدده وتقول له اوكي اوبن فيبدا طبعا يشتغل اهوت لازم تختاره طبعا كده بيتم التغيير هنا وبعد كده بتقول له اتفضل اشتغل لو شلنا الشيك بوكس ده عشان نشوف المشغل بتاعنا وتعالى كمان نكبره شويه نعمل اوكي عايز اكبره كده كده مثلا نصيفه ونضيفه في المكان ده ونحفظ ونعمل بريفيو موجود فعلا ولكن لم اه بيتم تشغيله وايقافه من هنا المفروض انه يعمل ايقاف تشغيل يعني تشغيل تلقائي اقصد أص... يعني اللي هو اوتو ما ماشي فهنقفل ده ربما ان المشغل نفسه او المتصفح هو اللي فيه المشكله دي هنبحث ان شاء الله ولكن هي دي المعلومه ازاي بنضيف ازاي بنضيف فيديو اقصد اوديو في الموقع بتاعي ويتم تشغيله تلقائيا وأيضا يعمل له طبعا بروبرتيس هنا كل حاجة موجودة يعني إعادة للمقطع بعد ما يخلصه وإزاي نخفي ونظهر المشغل ده أو الأغنية دي أو الصوت ده نخفي المكان بتاعه يعني سواء من هنا ويعني دي كل الخيارات المتاحة في المجلة أو في إضافة الصوت في المجلة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني طبعا بنحتاج أننا نضيف خلفية موسيقية للمجلة الإلكترونية في كل المقاطع أو في كل الصفحات بتاعتها بحيث أن أنا وأنا بتصفح كده تكون الموسيقى دي شغالة في الخلفية أنا مش هقدر أشغل الموسيقى طبعا عشان حقوق الملكية وكده ولكن هي دي المعلومة إن شاء الله في الفيديو القادم هنستعرض معلومة مفيدة وجديدة لإضافة عنصر آخر من عناصر الموقع الإلكتروني اللي بنحاول نصممه من خلال برنامج الويب بيج ميكر ومكملين في السلسلة دي إن شاء الله وهننتظر طبعا تعليقاتكم واستفساراتكم ولو في أي إضافات أو ملاحظات وإن شاء الله نكمل على خير في الفيديوهات القادمه شكرا لكم نلتقي في فيديو قادم وإلى لقاء قريب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته